حلقة جديدة. العربية ترافق طاقم رينارد في التمرين الثاني للأخضر في القصيم. والوحدة ثانيا في الدوري، سحر كارينيو أم فروسية الفرسان؟ الرجل المجعد ضيفه في المرمى. في المرمى داخل مقر نادي العدالة الصاعد حديثا إلى الممتاز، ورئيس النادي يعلق. تعطل تقنية الفار في الدوري السعودي، حالات خاصة أم موجودة في كل مسابقات كرة القدم حول العالم؟ السلام عليكم. يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي اليوم أو عرفي رينارد اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة المنتخب السعودي أمام سنغافورة المقررة الخميس المقبل ضمن التصفية المزدوجة المؤهلة إلى كأس عالم وكأس آسيا. ويواصل الأخضر تحضيراته للمباراة في بريدة والتي شهدت مشاركة ياسر الشهراني في التمارين الجماعية، فيما أجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي. وصل الفرنسيون إلى مقر منشأة نادي التعاون الجديدة في بريدة قبل أكثر من ساعة على موعد انطلاق تمرين الأخضر ضمن التحضير للقاء سنغافورة يوم الخميس. الطاقم المكون من 5 أشخاص في الملعب، نعم هم 5، هكذا جاءت شروط رونار المدرب المساعد الواحد، يقوم بأكثر من مهمة على عكس الأطقم السابقة للمنتخب التي كانت تضم 10 مساعدين. في اللقطة الفرنسي لورو بودين المساعد الأول للمدرب، مسؤول عن الجوانب الفنية التكتيكية، يجلس بجانب رونار في المباريات، عمل في بلاده سابقا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أما هذا فهو فرنسي آخر، ديفيد دوشي مساعد المدرب الثاني، مسؤول عن اللياقة وتمارين الإحماء، يعرف طريقة تفكير رونار جيدا، فقد حضر معه من المغرب التي قاد منتخبها رونار سابقا. حاليا يقوم بتركيب الجهاز الخاص بقراءات اللاعبين وتحركاتهم وقياس الجهد واللياقة. لنتعرف على الفرنسي سوفيان، مهمته متابعة مباريات الفرق المنافسة، وفي الوقت ذاته هو كشاف للاعبين، يتابع الفئات السنية والأولمبية والشباب، يجيد اكتشاف نقاط ضعف الخصوم والعمل عليها، يعد تقريرا عن كل منتخب قبل مواجهته. الصندوق الأسود الذي ربما يحلم بخطفه منتخبا سنغافورة وفلسطين حالياً. أما هذا فهو مدرب الحراس فيليب سونوس، درب رفقة رونار في المغرب حارس ملقا منير المحمدي وحارس إشبيليا ياسين بونو قبل أن ينضم إلى هيرفي في تدريب حراس الأخضر. المنتخب المغربي في آخر مشاركاته القارية المتمثلة في كأس أفريقيا حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، فيما أخرجته ركلات الترجيح من المنافسة. قبلها تأهل إلى كأس العالم بلا أي هدف في شباكه في التصفيات. يعود الفضل لهذا الرجل. بين المدربين 5 مساعد سعودي هو محمد أمين، اشترط رونار وجوده ضمن الطاقم ليكون حلقة الوصل بينهم وبين اللاعبين. الأمين مدرب البراعم سابقاً وهو حاصل على شهادة برو في التدريب، نال إعجاب رونار فتم اختياره بعد إجراء لقاءات مع 5 مدربين محليين نتيجة فهمه الكبير بالكرة السعودية وطبيعة اللاعب المحلي، إضافة إلى مهامه المتعددة يقوم بالترجمة من الإنجليزية إلى العربية لبعض اللاعبين. رغم أن معظم أركان الطاقم فرنسيون إلا أنهم يتحدثون مع بعضهم ومع اللاعبين باللغة الإنجليزية، هو قرار رونار أن تكون اللغة موحدة مشتركة يفهمها الجميع. الطاقم الفني المحترف ذهب إلى أبعد من ذلك، يقومون بأخذ دروس في اللغة العربية للدخول في الأجواء أكثر. هذه الورقة يتم عليها تدوين خطة التمرين بحذافيرها، المسافات بين اللاعبين وبين بعضهم وبين اللاعبين والمرمى والمعدات الأخرى أيضاً. المدربون يتعاونون على تفعيل الأجهزة وتسجيل أسماء اللاعبين وربط الأمر تقنياً بسترات القياس، إضافة إلى تجهيز المعدات من كرات وأقماع وحواجز وشباك، ليس بشكل عشوائي بل مدروس. فهنا المساعد الأول يحسب المسافة بين الأقماع بدقة، تارة يبعد القوائم وتارة يجعلها متقاربة للتدرب على التمريرات في المساحات الضيقة.
ناشئو التعاون من خلف السياج وعلى المدرجات يتابعون التحضيرات، ربما يتخيلون أنفسهم يوماً بين صفوف المنتخب الأول للبلاد. حافلة اللاعبين بقيادة رونار تصل إلى الملعب، المدرب يوزع أجزاء التمرين على مساعديه، فمثلاً هنا يقود المدافعين ولاعبي المحور، في حين تولى محمد أمين والمساعد الأول مهمة قيادة المهاجمين ولاعبي الوسط. الانضباط كلمة ترافق المدرب الفرنسي في كل خطوة ويتفنن في كيفية تطبيقها على اللاعبين. في غرفة الطعام طاولة عند المدخل، يبدأ بنفسه بوضع هاتفه المتحرك على الطاولة، فالجهاز الفني ثم اللاعبون. الخليوي ممنوع أثناء تناول الوجبات. وفي الملعب خلف الابتسامة صرامة ودقة في الوقت وتركيز عال. بالمناسبة طالب بأن يكون المسؤول عن عقوبات اللاعبين في حال لزم الأمر. وإلى المدرب السعودي صالح المطلق للتعليق على هذا التقرير. صالح، خمسة كافين؟ يكفي العدد اللي مع رينارد؟ يعني مش مبالغ فيها أظن. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا فيك بالتعال وأهلا بالسادة المشاهدين، وخليني أعزي الوسط الرياضي وعزي أنفسنا حنا كلاعبين بوفاة أخونا وحبيبنا عبد الله شريدة، الله يرحمه ويغفر له أموات أموات المسلمين، والله يصبر أهله إن شاء الله. وبالتالي في المناسبة هذه أنا يعني كلنا نشترك في صفة الرياضي، صفة رياضي، ولكن هناك من الرياضيين من يترك بصمة في أخلاقه وفي رجولته وفي مواقفه في حبه لوطنه في مجال الرياضة، وعبد الله الله يرحمه كان كذلك. سؤالك عن العدد الجهاز الفني بالنسبة لهيرفي رينار، نعم، وأنا أقول بحسب الحاجة، ومن يحدد عدد الجهاز الفني ومهامهم هو المدرب. أيه. وبالتالي متى ما زاد العدد عن العدد المطلوب أو خلينا نقول اللي هو يفترض أنه يكون مقنع، هنا عاد يتم السؤال من قبل المسؤولين، نعم، أنه لا تكون فيها نوع ما مبالغة، لأن فيها مبالغ وفيها حتى خلينا نقول مهام تتداخل أو محاولة إيجاد مهمة لشخص ما له أي مثلا حاجة في وجوده في المنتخب، هذا يبان عموما مع مرور الوقت والشغل، فبالتالي يشكل لك مشكلة، فمن يحدد ويأخذ المسؤولية هو المدرب. زين، بس صالح نتعود الفترة الأخيرة المدربين صاروا يبالغون، يعني 7، 8، 9 إلى 10. صحيح. يعني جيسوس مثلا في الهلال كان مع 8 أعتقد، مدرب المنتخب السابق مارفيك كان مع 11 مساعد تقريبا، يعني طواقم كبيرة. يعني اليوم نرجع إلى موضوع الطواقم، خمسة بس مع هارفي رينارد، واحد منهم وطني أيضا. حنا شوف هذا الكلام بالنسبة للأجهزة الفنية ترى كلام مهم جدا وفي مسؤولية على الجميع. بالتالي هذه من الأشياء اللي حنا ممكن نقيم فيها الإدارة، وتحديدا الحين نتكلم حنا في إدارة منتخب المملكة، فإدارة نعم. منتخب المملكة مسؤولة، نعم، مسؤولة مسؤولية كاملة في عدد المدربين اللي يصطحبهم مثلا الطاقم، نعم، الجهاز بالنسبة للمدرب، نعم، وكل السيرة الذاتية وما هي حاجتهم. بالتالي لا يمكن مجرد أنه هو طلب أنا أوافقه. أيضا هي مسؤولية كاملة، في لأن هي مسألة يعني المنتخب الأول هذا مكان راقي جدا، والكل حقيقة ينشد أنه يوصل له، والكل يتطلع من الوطنيين أنه يكون موجود في المنتخب السعودية، وهذا يتم يبتال عبر مجهود وسنوات. فبالتالي ما تجي الإدارة الرياضية وتسلب هذا الحق هي أخفقت أخفاق كثير، ومحاسبة، نعم، محاسبة من الجميع، من المجتمع الرياضي ومننا كلنا كرياضيين، نقول لها ستوب، حنا نقول لك نتمنى وجود مدرب الوطني معك، ولكن المدرب الوطني لا يمكن حتى أنت تسلبه حقه أنه يتدرج ويأخذ وضعه. بكرة لو ألغيت عقد رينار لن تلتفت على محمدي، لأنك أعطيت محمدي مكان الآن هو عدى مراحل كثيرة، وبالتالي ما هي الآن، ما هي مثل ما يقولون يعني كأنك أعطيته مثلا مكافأة، بالعكس أنت سلبت منه
سنوات التجربة والتدرج اللي كان موجود فيها في البراعم، ويفترض أنه يعطيه الآن ياخذ سنوات حتى يصل إلى مرحلة أنه يكون مساعد مدرب منتخب أول، ومتى ما احتجناه يكون موجود. ترى هذا الكلام الحق، حد يزعل، هذا نعم. منتخب مملكة وهذه حقية الجميع، فبالتالي احنا في صدد الآن الكلام عن جهاز فني المنتخب الأول. نعم. بالنسبة اللي موجودين مع رينار أنا ما عندي خلفية عنهم والمسؤول الاتحاد، لكن اختيار المساعد لا، هي حقية، لن تكون من حق الإدارة الاتحاد هو يهبها أو يعطي معايير بحيث أنه تتوجه إلى شخص معين. زين، يعني محمد يستحقها؟ ما يكون محسوب. تقصد أنه محمد يستحق؟ إن شاء الله، بس أنا أقصد معايير بالتال حتى ما يكون واضح. واضح علي، وترجع مرة ثانية أنت 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 بالذات لجي تتكلم علي مدرب الوطنية تقول لي يا صالح أنت متحمس، والآن تقول لي أنت كأنك يا صالح ليش أنتم أخذتوا فلان؟ لا، ما هي معايير. هي معايير، لأن حق للجميع. أنا ضد المدرب الوطني يا أبو أسامة إلى أن نجد 3-4 مدربين يقودون في فرق الممتاز، غير كذا البقية كلهم محللين تلفزيون مش مدربين. بالتال أعطيتك الحل، لا نلف وندور، أعطوهم عقود عالية، وهنا نتكلم عن مدربين المستقبل. زين، يعني بمعنى عطني بداية العقد مليون مقدم و150 ألف راتب شهري، وإذا فصلتني مثلا ولغيت عقدي عطني مليون، بيطلع لك ما شاء الله تبارك الله عدد كبير ترى. طيب أبو سامة، بنفتح الموضوع مرة ثانية أنا وأنت في حلقة، يكون يعني تقدم كل أفكارك كاملة إن شاء الله. إن شاء الله تقدم أفكارك في هالملف يعني بشكل كامل، لأنه يعني إحنا بس يعني ما في وقت ضيق يعني، فالمعذرة منك، معذرة من المدربين الوطنيين السعوديين. أنا والله أشكرك، صادق الدعوات لهم إن شاء الله بالتوفيق. صادق الدعوات، ما في وقت والله أسامة، لازم أروح جدة، اسمح لي. طيب أوكي مرة أخرى. شكرا كابتن، شكرا، وصادق الدعوات لكل المدربين السعوديين بالتوفيق. وقفتنا الأولى، نعود لنتابع في المرمى وفي الوحدة ثانيا في ترتيب الدوري، وكارينيو ضيفه في المرمى بعد قليل. العربية داخل مقر العدالة، الصاعد حديثا إلى الممتاز، ورئيس النادي يعلق. جديد الوحدة من مكة المكرمة ثانية الدوري السعودي، ويقدم مستويات جيدة جدا. 2482 مشجعا شهدوا انطلاق حملة نادي الوحدة في الدوري أمام ضيفه نادي الاتفاق في ملعب الشرائع، المحصرة لأصحاب الأرض هزيمة أولى بهدفين دون رد. تراجع الحضور الجماهيري ل 1146 مشجعا في ثاني مباراة أمام الضيف أبها، والمحصلة كما هي هزيمة جديدة ولكن بهدفين لواحد، لينتهي شهر أغسطس والوحدة برصيد صفري من النقاط. توقفت المسابقة بسبب أيام فيفا، وبعد 15 يوما كانت بداية الانتصارات في جدة على حساب المضيف النادي الأهلي في ثالث جولة بهدفين لواحد. بعدها قرار مجلس الإدارة بالاستغناء عن المدرب ماريو والتعاقد مع كارينيو. مع ماريو هجوميا، الوحدة سجلت 3 أهداف، كانت له 29 فرصة من مرمى المنافسين، أما التمريرات الحاسمة فوصلت إلى 29 أيضا. هذه المحصلة جاءت من 13 تسديدة على المرمى. انتصارات الوحدة توالت مع كارينيو في 3 مباريات متتالية على حساب الفيحاء وضمك خارج الميدان، وعلى حساب الفتح في الشرائع. أرقام الفريق مع كارينيو هجوميا تشير إلى تسجيل 4 أهداف بعد أن صنع اللاعبون 23 فرصة أثمرت 15 تسديدة على المرمى. مع ماريو استقبل الوحدة 5 أهداف، مع كارينيو بقيت شباك الوحدة نظيفة. مع ماريو وقع لاعب الفريق 7 مرات في مصيدة التسلل مقابل 5 مرات مع كارينيو، وارتفعت قدرة لاعبي الوحدة على استعادة الكرة من 159 مرة بقيادة ماريو إلى 181 مع المدرب الأوروغوياني. زادت الالتحامات الناجحة من 39 إلى 48، وأيضا ارتفعت القدرة على الفوز بالمواجهات الثنائية من 141 إلى 168. نسبة النجاح بالتمرير كانت في أقل نسبها أمام الأهلي 59.69%، رغم ذلك فاز الفريق الوحداوي. أعلى نسب نجاح التمرير جاءت في مباراة أبها التي خسرها الوحدة وبلغت 86.6%. وكمتوسط الرقمي فإنه في 6 مباريات تصل نسبة النجاح بالتمرير لدى لاعبي الفريق إلى 80% تقريبا.
صفقات الوحدة الصيفية جلبت الفرنسي المالي يوسف نياكات الذي هز الشباك 4 مرات من أصل 7 أهداف للفريق، إلى جانب الأسترالي كريك جوديون الذي استعاد الحياز على الكرة في 28 مناسبة وقطع 9 كرات للمنافسين. أما الإسباني بوتيا الذي صوب 7 مرات بين الخشبات 3 فإنه صنع أيضا 10 فرص لزملائه. والجزائري مصطفى زغبة في حراسة المرمى تصدى ل 17 تصويبة من المنافسين في المباريات 6 التي كان أساسيا فيها جميعا. وحيد رزق المصري، العربية. وإلى جدة من هناك التحق بنا خوسي دانييل كارينيو مدرب نادي الوحدة. كارينيو مساء الخير، سعيد باستضافتك دائما، أهلا بك مجددا على شاشة العربية في المرمى. مساء الخير، وأنا سعيد جدا أن أتواجد معك مرة أخرى وأقول لك صباح الخير. صباح الخير كارينيو، للمرة الثالثة أو للمرة الرابعة في الدوري السعودي، ولكن للمرة الثالثة للمرة يعني للفريق الثالث في الدوري السعودي. كيف هو كارينيو هذه المرة؟ بماذا تشعر الآن؟ أنا سعيد مرة أخرى لتواجدي في السعودية. هذا هو النادي الثالث الذي أدربه هنا في المملكة. أنا سعيد، هذا الوضع مختلف إلى حد ما، ولكنني سعيد أن أكون متواجدا مرة أخرى في البطولة السعودية. جميل. منذ أن حضرت وأنت تنتصر مع الوحدة خارج الديار، انتصرت في مباراتين وعلى أرضكم انتصرتم مرة وسط جماهيركم، الأرقام تتطور، أرقام الوحدة، لكن اللافت للنظر أن أرقامك الدفاعية تتطور بشكل كبير، حدثني عن هذا الجانب. عندما جئت كانت لدينا بعض النقاط، النادي لعب 3 مباريات، كسب مباراة وخسر مباراتين، ركزنا كثيرا على الدفاع وكذلك تحدثنا مع اللاعبين كثيرا، اللاعبون يريدون أن يلعبوا بطريقة جيدة للغاية، وهناك طبعا تأكيد على الدفاع وكذلك الهجوم، ولكننا ركزنا كثيرا على الهجوم، لم نتلقى أي أهداف، وهذا أمر مهم جدا وسعيد بالنسبة لنا، وأعتقد أننا سوف نواصل هذه المسيرة. في المباراة الأولى كان لدى أفضل، ولكن ركزنا على الدفاع و كنا نؤمن بأن هذا السبيل هو الذي يؤدي إلى النجاح. جميل جميل. دانييل، يعني هل طموحات في الوحدة أن يكون لديكم مقعد للتأهل إلى دوري الأبطال؟ هل الطموحات بأن تنافسوا على لقب الكأس؟ أو لديكم طموحات أبعد من ذلك، المنافسة على لقب الدوري، وأنتم الآن في المركز الثاني بعد مرور 6 جولات؟ أعتقد أن الوقت مبكر أن نتحدث عن البطولة، يجب أن نمضي شوية شوية كما يقال، درجة درجة، وأعتقد أن الهدف هو أن نكسب المباريات، والهدف الأساسي بالنسبة لنا هو أن يكون لدينا فريق بروح رياضية قوية وذهنية قوية أيضا، ويكون لدينا طريقة لعب خاصة بنا، وهذا يتم من خلال الجهود التي تبذلها الإدارة واللاعبون والطاقم الفني أيضا، وهذا ما يؤدي إلى كسب كل المباريات. سنرى ما سيحدث،
ونأمل أن نصل إلى التأهل لتصفيات الكأس، ربما نكسب الكأس، سنرى ما سيحدث. نحن نمضي مباراة بمباراة، لا نفكر إلا في الكسب مباراتنا المقبلة مع نادي الاتحاد، ثم سنرى بعد ذلك ما سيحدث. وأنا أدرك أن هناك الكثير من الأندية التي هي أقوى من، ولكن نحن نتمتع بمعنويات عالية واللاعبون يعملون بجد، وسنرى ما سيحدث في نهاية هذه البطولة. جميل، لكن الآن كيف ترى فريقك وسط الكبار المنافسين الدائمين على الألقاب في السعودية، فريق الوحدة الجديد هذا بقيادة كاريني، وأين تراه؟ أعتقد أن هذا الفريق يتميز بالكثير من الميزات التي تختلف عن الأندية الأخرى. طبعا الاتحاد والنصر هي من الأندية القوية، واللاعبون في هذه الأندية هم يلعبون في المنتخب الوطني، ولكن كما تعرف في كرة القدم فإن الدفاع مهم. نحن لدينا ثقة كبيرة في دفاعنا، نعم، ونحن كذلك لدينا ثقة في لاعبينا، بمعنى أن الفوارق الموجودة فيمكن على أرضية الملعب أن نغتنم هذه العوامل، ومن خلال العمل والروح المعنوية القوية نستطيع أن نبذل أكثر. وأعتقد أن هناك بطبيعة الحال فوارق بين فريقنا والأندية الكبرى. جميل كابتن، هل أنت راضي عن التعاقدات؟ طبعا لم تستشر فيها لأنك حضرت بعض التعاقدات بعد التعاقدات. هل يمكن أن نرى تبديلات في الشتوية من جانبك في الميركاتو الشتوي؟ في هذا الوقت نركز أكثر على الفوز بالمباريات. على أي حال نحن نعرف اللاعبين الموجودين لدينا، وسنرى ما سيحدث بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، ربما قد نغير بعض اللاعبين، ولكن لم نفكر في ذلك حتى الآن. نحن راضون عن كل اللاعبين الموجودين لدينا، ولكن عندما يحين الوقت سوف نقوم بعملية تقييم وسنرى ما نحتاج لتغيير. هذا يتوقف على مستوى اللاعبين وأدائهم أيضا، ولكن نستطيع أن نقول أننا راضون اليوم عن كل اللاعبين الموجودين في النادي. جميل، هل حدثتك الإدارة بأن ربما يغادرك الظهير الأيمن وربما يغادرك أيضا الظهير الأيسر، ربما يغادرون في الفترة الشتوية، هل تحدثتم عن ذلك؟ لا لا، لم نتطرق لهذه المسألة بعد. أنا جئت لتو وأنا أتعرف على اللاعبين، وأعتقد الوقت مبكر جدا نتحدث عن من سيغادر. أنا أريد أن أفوز بكل المباريات، وهذا ما أركز عليه. سنرى ما سيحدث في المستقبل، حتى الآن لم نتحدث عن تغيير اللاعبين. جميل، على مستوى رأس الحرب المهاجم، لديك مهاجم الآن قناص، راضي عن الأداء أنت؟ يعني يعرف عن كارينيو دائما أنه يعتمد على المهاجم الهداف، تأمين الدفاع وأن يكون لدي مهاجم قناص في المقدمة، راضي عن الأداء؟ يلبي رغباتك استراتيجياتك المعروفة دائما؟ For
ممونشيش كونتون الآن أن راضي عن المهاجم رأس الحربة. هو لاعب يبذل الكثير من الجهود لمصلحة الفريق، هو ليس باللاعب الأناني وهو يسجل الأهداف. أنا راضي عما يقوم به ماركوس وماغري الأسترالي، أداؤه متميز. أيضا منذ وصولي إلى هنا كل اللاعبين لديهم الرغبة في اللعب بطريقة جيدة والفوز بالمباريات، وهذه مسألة بالغة الأهمية. سنرى ما سيحدث، وأعتقد الوقت ليس مناسب أن نتحدث عن تغيير اللاعبين أو ربما تحليل أداء اللاعبين. أعتقد نحتاج للوقت ويجب أن ننتظر أيضا إتاحة ربما الفرصة لإحداث بعض التغييرات، وهذا يتطلب طبعا التشاور مع الإدارة، وسنرى إذا كان هناك إمكانية لتغيير بعض اللاعبين. زين، طيب كارينيو، العودة الآن بعد أقل من سنة تعود إلى السعودية، كيف رأيت التغييرات في كرة القدم السعودية بوجود الأجانب الثمانية؟ طبعا أنت كنت في بداية الموسم الماضي موجود، الآن كيف ترى مستوى الدوري؟ هل فعلا الثمانية أجانب والسبعة أجانب هذا رفعوا من قيمة الدوري السعودي فنيا؟ نعم، الموسم السابق كانت البطولة فيه قوية للغاية، طبعا حضرت من مباريات فقط، ولكن المستوى ارتفع كثيرا في السعودية، المستوى كان رائعا وأداء اللاعبين السعوديين كان متميزا أيضا. بالنسبة لهذا العام لم أحضر كافة المباريات، ولكن شاهدت الكثير منها. جئت منذ فترة قصيرة، منذ 3 أشهر فقط، والأجانب أداؤهم جيد أيضا، وأعتقد أن البطولة سوف تتحسن أكثر وأكثر، وأعتقد أيضا أن وجود 7 أجانب في الفريق أدى إلى رفع مستوى الفريق. لست أدري إذا ما كان إذا كان ذلك مفيدا جدا لكرة القدم السعودية، ولكن أرى أن المشجعين راضون جدا لأنهم يشاهدون لاعبين بمستويات عليا يلعبون في السعودية. جميل، هل انتهت كارينيو كل أمورك المالية مع فريق مع ناديك السابق النصر؟ كنت قد صرحت في بداية حضورك أنها لم تنتهي. نعم، لم يتم احترام العقد الذي أبرمناه معا، لم يتم تقيد ببنود هذا العقد. وعندما غادرت قالت لي الإدارة أنها سوف تدفع لكل مستحقاتي، هذا شيء طبيعي ولأن هذا منصوص عليه في العقد، ولكنني لم أقبض ما وعدت به، ولدينا طبعا الفيفا الذي سوف يحدد التاريخ الذي سوف أحصل فيه على مستحقاتي. أنا أركز كثير الآن على فريقي، فريق الوحدة، وعلى البطولة، والفيفا هو الذي سوف يحدد التاريخ الذي فيه أستلم مستحقاتي. أما الآن فإنني نسيت هذا الجانب، لا أفكر فيه، لا أريد أن أناقش هذا الأمر أيضا. ونحن أو إدارة النصر لم تكن أو لم تعاملني بطريقة لائقة، ولكن يجب أن أنتظر. جميل، طيب أرجو أن أراك ببطولة في هذه السنة كما حققت في السابق بطولتين أيضا مع النصر، وألتقيك وأنت تحمل كأسا جديدة في الكرة السعودية. شكرا جزيلا دانيال كارينيو.
ونادي العدالة صعد حديثا إلى دوري المحترفين في السعودية، زارته العربية وتجولنا في مقر هذا النادي الذي ينجز في بطولات أو في ألعاب عدة، والآن في كرة القدم. قيل إنها بضم الحاء الحليلة، تصغير الحلة، والحلة لغة القوم ينزلون وفيهم كثرة. وهناك من قال أيضا إنها سميت سابقا باسم حزوة، وكان يمر بها سابقا نهر النعيلي والدغيمي وأبو جمل. الحليلة واحدة من أكبر قرى محافظة الأحساء الواقعة في شرق السعودية، وهنا نجد ناديا يحمل اسم العدالة. في كل ركن في نادي العدالة حكاية تستحق أن تروى، مع أن عمره لم يتعدى 60. ولعل البداية مع هذه اللوحة التي تحكي ببراعة يصعب نقلها عن أبناء ناد لم يعثروا في داخله يوما على نعومة الحياة، لكنهم عثروا على معنى لكلمة إصرار. يحتل أبناء النادي المركز الخامس بين الأندية السعودية من حيث إنجازات الألعاب المختلفة بخلاف كرة القدم، فهنالك الطائرة، السباحة، اليد، الدراجات وألعاب القوى، وجميعها تشارك في الدوريات الممتازة. زي ما تشوف أنت الملعب أرضية صلبة، أغلب بفترات الموسم ما ندرب فيها. كرة اليد تلعب على صالة وأرضية معينة، احنا هنا ارضيه صلبه والاضافه على انها مكشوفه ما تساعد على التمرين. نادي العداله تاهل لاول مره لدوري المحترفين السعودي بميزانيه سنويه لم تتعدى 9 ملايين ريال سعودي. ناد منشأته تشير إلى مبنى قديم يحوي في داخله أجهزة تدريبية مر عليها الزمن وأصبحت محدودة الفعالية، وملعب يعاني من تراجع في البنية التحتية، تآكل في العشب، ضعف في الإنارة، وأدوات تشوه المنظر خارج النادي. نبتدي التمرين الساعة 5 عشان ما في إنارة في الليل، بعدين يعني الإنارة تصير ضعيفة جدا، ما في امكانيات يعني بنيه تحتيه حق نادي العداله يعني زي. اشرح لنا ايش الفاصل، ايش اللي وراك وايش اللي امامك؟ وراي تراب وقدامي تراب. اللي هو يعني هذه سيارات الجمهور ولا اللعيبه؟ الجمهور واللعيبه. لا جينا نتابع التمرين، احنا نتابع التمرين، نحضر مباريات، نحضر اي محل نحضر، وجمهورنا تدري عن هزه المنطقه الحسا، وبدون منشا وبدون اي شيء. في عيون أبناء النادي الذي يحتل المركز 9 في ترتيب الدوري السعودي، ترى في كل مناسبة رغبة بتحقيق نتائج رغم قلة الموارد، وأمل برواية منشأة حديثة تواكب إنجازات الفريق وعشق جماهيره له. ومن الأحساء يلتحق بنا عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة. سيد عبد العزيز، سعيد باستضافتك، وبارك لك هذا الظهور الجميل لفريقكم العدالة في دوري المحترفين السعودي. شكرا أخوي بتال، حقيقة أنا سعيد أن أكون في أهلا وسهلا حجم في المرمى وأمام عملاق في الإعلام. الله يرضى عليك، شكرا شكرا، أكرمتنا. عبد العزيز، يعني فيما يخص النادي ما أبغى حنك سوي دراما ونكبر الموضوع، بس حدثني شوية عن العدالة والألعاب اللي هو متفوق فيها، وحدثنا عن المنشأة هذه من متى يعني. العدالة يعتبر من الأندية النموذجية. طبعا عندنا اليد 3 درجات في الممتاز، الطائرة كان في الممتاز، وللأسف عدم وجود ملاعب. الآن نلعب في دوري الدرجة الأولى، ونعمل جاهدين إن شاء الله سنة العودة إلى الممتاز. نعم، عندنا السباحة في الممتاز وأبطال المملكة وخليج وعرب، ألعاب قوة في الممتاز أيضا. أعدنا واقعا تسجيل ألعاب كانت موجودة، لكن لعدم وجود المنشأة ولإزالة الملاعب سابقا
تقريبا في عام 1433. اليوم رجع السلة والتنس الأرضي والتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات اللي أيضا تم إزالة الفسلة حقها في الأعوام السابقة. أي الدراجات أسهل من غيرها، ما يبي لها ملعب يعني، على الأقل تقدر تصرفون الأمور فيها أقل يعني، أقل صعوبة من البقية. صحيح ما أبغى لها لعب، لكن أبغى لها مكان صالة. صحيح. طيب سؤالي هذه المنشأة عبد العزيز، مخزن للدرجات هذه الملاعب اللي قاعدين أو المنشأة اللي قاعدين نشوفها، هذه منشأة فردية طبعا مش حكومية. إلى هذه بجهود ذاتية طبعا في عام 1433 طبعا جانا خطاب لتسليم الأرض والمنشآت للمقاول، ومن ذلك التاريخ طبعا تحمس جينا منشأة، طبعا تم تسليم الموقع تماما وجميع الملاعب اللي كنا عاملينها بجهود ذاتية لكنها كانت بشكل جيد. ملعب قدم ومضمار، كان صالة للطائرة واليد، كان صالة حديد، كان يعني كان عندنا أشياء كثيرة جدا تركناها. ومن ذلك الوقت طبعا جاء 1435 أيضا أنه حيبدأ المقاول، وبدأ بشكل فعلي في 1436. نعم. توقف فترة، تم طبعا معالجة التربة في الأرض وتوقف من ذلك التاريخ. طبعا كان هناك توقف واستئناف ومن ثم توقف تام تقريبا من 3 سنوات توقف كامل. الآن طبعا صاحب السمو الملك الأمير توقف كامل. نعم لا زال الموقع موجود والمخصص له لكن توقف كامل. اليوم صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي مهتم جدا بملف العدالة. ممتاز. منذ صعوده واقعا على مستوى المنشأة، على مستوى إضاءة الملعب الحالي، على مستوى إيجاد ملعب آخر وهو التعليمي لتدرب عليه العدالة في فترة مؤقتة حتى يتم إصلاح الملعب وإنشاء المنشأة. فالأمير الحقيقة بشكل دائم الاتصال ويتأكد على أنه العدالة في الوضع السليم. الأمير يسأل حتى باتصال شخصي دعم، وكل الاجتماعات أول سؤال إيه صار، وهو طيب. متابع جدا للأمور، لكن أتمنى أنه طبعا اللجنة الفنية والإدارة المشاريع تقوم بالعمل. طيب إيش صار لما يقول لكم الأمير إيش صار، إيش تقولون؟ أقول الواقع أنه إلى الآن إيه صار يعني موقف العمل في رفع الأوراق إلى المالية و طب معلش عبد العزيز اسمح لي يعني فضلا يعني ما صار شيء الى الان. لم يصير شيء. انتم الحين في الممتاز محترفين، عندكم 7 اجانب، عندكم منافسه قويه، عندكم مليون على كل مباراه اذا جاكم جمهور ما شاء الله قاعدين تاخذونها انتم في كل مباراه البيتيه على قولتهم، المباراه اللي في على ملعبكم، وما عندكم يعني اساسيات، يعني عندكم عياده طبيه؟ يعني متواضع، احنا عاملينها بجهود ذاتيه. طب وين تعالجون لعيبتكم؟ يعني اذا نتكلم بدون تأهيل يعني عندكم صاله حديد طبعا ولا بس اللي شفناها؟ اللي شفناها فقط في العرض. نعم هذه ما فيها شيء. وين تعالجون لعيبتكم؟ وين تأهلونهم؟ طيب لا يوجد حتى، ما فيها شيء ابدا. وين تأهلون اللعيبه؟ طبعا اللي في الصاله نأهلهم في مستشفى حسين علي الشريك الطبي لنادي العدالة، أو صالات أخرى نستأجر طبعا صالات حق التمارين خاصة، صالات الحديد وصالات حسب طلب الجهاز الفني. مثلا اليوم في البرنامج الأسبوع هذا عندنا حديد، بكرة وبعد بكرة نروح إلى صالات نستأجر صالات حديد ونزاول التمارين عليها. طيب ملعب كرة القدم على مستوى المعشب المستطيل جاهز كتمارين؟ اترك الملحقات يعني اللي حواليه كتمارين كعشب ما في مشكلة. احنا عملنا جاهدين بعد الصعود، نحن يعني الأرضية ما في مشكلة لنارة طبعا، ننتظر الحقيقة الهيئة تجي تبتدي في العمل في الإنارة، وعدونا الأسبوع هذا وإن شاء الله نشوف يعني نشوف العمل يبدأ في إنارة الملعب. طيب صحيح انه لأن الآن حاليا نلعب الساعة 4 العصر و تفضل. نعم
تتمرنون في العصر فعلا عشان نلعب الساعه 4 العصر لانه ناخذ وقت من النهار وجزء بعد صلاه المغرب. نعم نعم نتمرن العصر صار لنا يمكن شهرين الان. ان شاء الله عليكم. ونلعب بعد المغرب شويه عشان كذا لياقتكم بالدوري احسن من الفرق الكبيره. تلعبون تتمرنون في الرطوبه ما شاء الله تبارك الله. لكن صعب جدا تلعب. كنا نلعب في الشمس يعني حراره الشمس قويه لكن لابد انه يوجد حلول نتاقلم عليها. طيب وش الحلول المتاحه لكم الان مع الصور اللي احنا قاعدين نشوفها في زياره المقر النادي اللي يلعب دوري محترفين. ايش الحلول اللي ممكن مؤقته لكم الان وعرضت عليكم من اجل انه تساعدكم بس الى نهايه الموسم هذا؟ طبعا صاحب سمو الملك الامير عبد العزيز بن تركي اتصل يعني صار اتصال مباشر بوزير التعليم أيه. من اجل نستخدم ملعب التعليم الموجود في الاحساء في مدينه الهفوف. ايضا تعليم الاحساء يعني مستعد الحقيقه وابدا استعداده التامه عن طريق الاستاذ فهد الملحم. وزرنا الملعب وبحاجه الى شغل قص ويمكن شهر تقريبا صيانه. فاحنا نعمل من الجانبين حتى نستطيع ان نؤدي التمارين على الاقل في الليل وهي اوقات المباريات الرسميه. زين انتم فريقكم حق السباحه بطل العرب وبطل الخليج. صحيح؟ عندنا ابطال طبعا عرب وخليج نعم. اي وين يتمرنون؟ السباحه. صحيح. تمرنوا طبعا على مسبح مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء. واحنا الآن نحاول أيضا إيجاد صالة مسبح للتأجير. في بعض المستثمرين بدأوا عرضوا علينا واحنا نقوم بزيارة إن شاء الله وإذا يصلح سوف نستأجره حتى تكون عندنا الحرية تماما لمزاولة اللعبة بأريحية وحسب جميل. الأوقات التي تناسب اللاعبين. جميل نرجو لكم التوفيق. احنا عرضنا هذه المشاهد وهذه الزيارة حتى نقول انه نادي مثل العدالة صغير في منشآته ولكنه كبير في طموحاته وكبير برجاله. والسيد المضحي يعني هل من الممكن ان يقارع الكبار العدالة ويبقى بينهم موسما آخر بمثل هذه الإمكانيات؟ سنعمل بكل ما نستطيع، هدفنا واضح جدا وهو البقاء وان نكون ضمن العشرة الاوائل في الدوري بمشيئة الله. والامكانيات بالنسبة لكم مش عائق ها؟ الامكانيات تولد رجال وتولد ابطال واحنا تعودنا على مثل هالاشياء واحنا قادرين ان نذهب بعيدا ان شاء الله بمشيئة الله. جميل على مستوى ما يؤديه الفريق فنيا انت راضي حتى الان؟ تقريبا الرضا موجود اللاعبين يقدمون مباريات ممتازه جدا. يمكن فقدنا الحقيقه نقاط كنا فايزين في التعاون فيصلي خبره اللاعبين وقوه الفرق طبعا التعاون والفيصلي قوي جدا. ايضا خسرنا مباراه الشباب وكانت اقرب الى التعادل الحقيقه للفرص اللي الحقيقه حصلنا عليها في الشوط الاول وابدع الحقيقه في حراسه المرمى فريق المصطفى وضيعنا فرص كثيره جدا استغلوا هدف سوء تغطيه ايضا وتركيز في الدقائق الاخيره. لكن الجهاز الفني قاعد يعمل بشكل قوي جدا والاداره غريبه من اجل ان احنا نصلح الاخطاء ونسير ايضا نحافظ على الكرة الجميلة اللي قاعد يقدمها الفريق ونحاول أن نقدم كرة أجمل إن شاء الله يكون لنا شخصية مختلفة في الدوري إن شاء الله. أرجوكم التوفيق في القادم وأنتم يعني ما تقدمونه مثار إعجاب للجميع وجمهوركم اللي ما شاء الله توكم صاعدين ويعبي المدرجات مو زي اللي لهم سنين ولا ما عندهم جمهور ولا عندهم حتى صدى لما يفعلونه من مستويات رائعة في الملعب. أرجو لكم التوفيق. عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة. فتنة أخيرة بعد مؤتمر رئيس لجنة الحكام نسأل تعطل تقنية الفار في السعودية هل هي حالة خاصة أم في كل مكان في العالم؟ We'll be right back.
عليكم. فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي اعترف بتعطل تقنية الفار، هل هي حالة سعودية خاصة أم موجودة في كل مكان في العالم؟ ألقاكم. تقنية الفيديو قبل حضورها قضية وبعد حضورها قضية في كل العالم ليس في السعودية وحدها. في نهائي الدوري الأسترالي عام 2008 توج ميلبورن فيكتوري باللقب، هدف سجله بارابوس، الإعادة أظهرت أنه من حالة تسلل، فار لم ينتبه للحالة إلا بعد استئناف اللاعب، حينها كما يقول المثل طارت الطيور برزاقها والنهائي حسم بهذا الهدف. في كوبا أمريكا الأخيرة سوبر كلاسيكو في نصف النهائي، الحكم يتجاهل احتجاجات ميسي ورفاقه. بعد المباراة اتحاد الأرجنتين يفجر المفاجأة، حرس الرئيس البرازيلي تداخلوا مع موجة الاتصالات المخصصة للحكام، اتحاد كونميبول ينفي ويقرر إيقاف ميسي 3 أشهر لاعتراضاته. في أفريقيا شمس التقنية تطل، اعتمدت تقنية فار في المباراة النهائية لدور الأبطال في المغرب ذهابا، كل شيء يسير على ما يرام، في الإياب يحدث ما لم يكن بالحسبان، فار يتعطل وتصاحب المباراة أحداث كبرى وصلت إلى محكمة التحكيم، في الأخير الترجي يتوج بطلا للمسابقة. أوروبا ليست بمنأى عن أحداث التقنية، في مباراة ليفربول ونوريتش بالدوري الإنجليزي تعطل الاتصال بين الحكام وغرفة فار، تأخرت انطلاقة الشوط الثاني 5 دقائق حتى تم حل المشكلة. وفي إسبانيا فار يثير جدلا قبل أيام، مباراة بين ليغانيس وضيفه ليفانتي، ركلة جزاء للضيوف تثير الجدل حتى فار لم يلغها، رئيسة نادي ليغانيس تطالب بإعادة المباراة التي خسرها فريقها 2-1 مؤكدة أن جهاز الاتصال للحكم مونويرا مونتيرو لم يكن يعمل، لكن الاتحاد الإسباني نفى أن تكون تقنية الفيديو قد واجهت مشكلات في المباراة، مشيرا إلى أنه سيستمع للناديين لضمان شفافية كاملة. الإسبان ليسوا وحدهم من عانوا من مشكلات مع تقنية الفيديو، في الدوري الألماني أقيمت مباريات في موسم 2017-2018 دون تطبيق فار بسبب مشكلات تقنية. محمد القناص، العربية.